فازت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بجائزة التميز الدولية في مجال رعاية الأيتام لعام 2023 النظير جهودها وخدماتها وإنجازاتها المتميزة في مجال رعاية الأيتام. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد بدر قنبر مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. بداية نرحب بك في نشرة الثالثة ونبارك لكم هذا الفوز المستحق. أستاذ بدر، ماذا يعني لكم هذا الفوز وما هي المقومات التي أهلت المؤسسة لاستحقاق هذه الجائزة؟ مشكور أختي، الله يبارك في حياتك، ودائما تفزون البحرين سباق يعني بيان هذه الإنجازات الجميعة التي تمثل يعني عطاء السيد جلالة الملك الله يحفظه. طبعا نبارك أولا للسيد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم الرئيس الفخري المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية حفظه الله ورعاه باستمرار عطاء مؤسسة الخير المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية التي أصبحت اليوم عطاء يعني منتجا في مجال خدمة الأرامل الأيتام، والتي كانت نتاج المشروع الإصلاحي لجلالته ونتاج حرص جلالته على استمرار عمل الخير وتقديم الخدمات الشاملة لهذه الفئة. المؤسسة اليوم تمضي حقيقة بشغف كبير في عمل الخير، وهي صدقة جارية عميقة الأثر في حياة جميع منتسبي المؤسسة من الأرامل الأيتام. اليوم تأتي الجائزة، جائزة التميز الدولية في مجال رعاية الأيتام والتي حصلتها المؤسسة، نظير الرعاية الشاملة التي تقوم بها المؤسسة للأيتام وفقا للتوجيهات الملكية السامية وقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب لهذه المؤسسة. الفوز اليوم بهذه الجائزة حقيقة يأتي مكملا لسلسلة الإنجازات الكبيرة والمستمرة التي ظفرت بها المؤسسة في الآونة الأخيرة، كما تعطي جميع العاملين المزيد من المسؤولية للتطوير وتقديم أفضل خدمات لما يقارب 11 ألف يتيم وأرملة تقوم بكفالاتهم مؤسسة. المؤسسة اليوم حرصت على نقل أسر الأيتام إلى مرحلة ريادة الأعمال وتدريبهم على المهارات اللازمة لقيادة الحياة، وأسست العديد المشروعات القيادية التي نتج عنها قادة يساهمون في عملية التنمية وازدهار الوطن. اليوم استراتيجيات المؤسسة مبنية على تعليم الأيتام وتدريبهم وتأسيس المشروعات الريادية في المجتمع، لذا فقد أسست المؤسسة مشروع نتاج للتدريب والتعليم والدعم الكبير أيضا الذي يقدمه بيت الأسرة لتمويل مشروعات متناهية الصغر لأسر الأيتام، فضلا أيضا عن المشروعات الأسرية التي تهتم بصقل شخصيات الأيتام وتنمية مهاراتهم الحياتية. لذا فهناك العديد من قصص النجاح التي تفخر حقيقة بها المؤسسة لأبنائها الأيتام الذين شقوا طريقهم نحو التميز والإبداع. الجائزة هي صورة جميلة للأسرة الواحدة التي تتبناها المؤسسة في منهجيتها في التعامل مع الأيتام، فهي بيتهم الذي يتعلمون منه الإلهام في الحياة والعطاء لهذا الوطن العزيز. نبارك لجميع العاملين في المؤسسة هذا الفوز، وعلى رأسهم سعادة الدكتور مصطفى السيد. نتمنى أن نكون دائما في مقدمة ركب السباقين لعمل الخير خدمة للأرامل والأيتام ولهذا الوطن العزيز. السيد بدر قنبر مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، شكرا جزيلا لك.